السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الورد والعافية عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم عندنا محاضرة عن مديرية التلفزيون التربوي. بالنسبة لهالأسئلة اللي نشروها على التلفزيون التربوي، احنا كمعلمين لازم نحلها وننشرها للتلاميذ حتى يكتبوها بالدفتر الإلكتروني. فأسئلة الإنجليزية هسه راح أحلها لكم، أقرأها لكم ونحلها سوا حتى تنقل هاي بالدفتر اللي خصصناه، الدفتر الإلكتروني هو الأسئلة والأجوبة. فراح أحلها لكم. نجي أول سؤال، question one: read the buzzer then answer with true or false. يعني اقرأ القطعة وأجب بtrue or false، صح أو خطأ. القطعة هنا احنا ماخذيها قطعة فرح. Hello, I'm Farah. I live with my family in Baghdad. My father is a pilot. My mother is a housewife now, but she was a nurse. I have two younger sisters and a big sister. Here is a picture in the cockpit of my dad's plane. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. هنا القطعة تقول اسمها فرح، هي من بغداد تعيش مع عائلتها، أبوها عمله طيار، أمها ربة منزل لكن قبل كانت ممرضة، عندها اثنين أخوات أصغر منها وأخت أكبر منها. وهاي الصورة تقول الصورة هاي موجودة مع الأبي، هو صديقه في قمرة الطائرة مستعدين لمغادرة دبي. نجي على الأسئلة اللي لازم نجاوب عليها. عندنا number one: Farah's mother is a nurse. يعني أم فرح هي ممرضة. Farah's mother is a nurse. صحيح هي أمها سامن قريناها ممرضة. No, she was a nurse, not a nurse. يعني هنا الجواب شو راح نجاوب به؟ راح نقول false. أول واحدة راح أكتبها false. نجي number two: Here are four children in Farah's family. يوجد أربعة أطفال في عائلة فرح. صحيح إن هي عندها اثنين أخوات أصغر منها وأخت أكبر منها، وهي فرح فيعتبرون أربع أطفال. نخليها هنا الجواب true. بعدها نجي number three: Farah's father is a pilot. Farah's father is a pilot. يعني أبو فرح هو طيار. صحيح راح نقول هنا عليه true. Number four: A pilot sits in the cockpit. The pilot sits in the cockpit. يعني الطيار يجلس في قمرة الطائرة. صحيح true. Number five: Farah's mother is a housewife now. Farah's mother is a housewife now. يعني أم فرح هي ربة منزل الآن. صحيح خليها true. هذا بالنسبة للسؤال الأول، خلصنا. نجي على question 2: Choose the correct answer between practice. أوكي، يعني اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. لازم هسه هنا نختار الإجابة الصحيحة. نجي عندنا أول وحدة: Where does Ahmed work؟ هنا قطعة أحمد اللي ماخذيها قطعة النادل. Where does Ahmed work؟ أين يعمل أحمد؟ Hospital or restaurant؟ أكيد restaurant اللي هو يعمل في المطعم. Number 2: What time does the breakfast service start? What time does the breakfast service start? في أي وقت تبدأ خدمة الفطور؟ بأي ساعة تبدأ خدمة الفطور؟ 6 o'clock لو 6:30. good اللي هو 6:30، الساعة 6:30. Number 3: What is another word for a cook in restaurant? What is another word for a cook in restaurant? ما هي الكلمة الثانية للطباخ في المطعم؟ شو يسموه؟ chef لو waiter، أكيد chef. Number 4: Which service does Ahmed prefer? Which service، أي خدمة، does أحمد prefer، اللي يفضلها أحمد؟ The breakfast لو lunch، أكيد the breakfast لأن شرحنا قلنا حتى يرجع من وقت للبيت عن مود أطفاله، فنختار breakfast.
What time does the restaurant close? What time does the restaurant close? في أي وقت يغلق المطعم؟ 9:30 to 9 o'clock. 9:30. Okay, فنختار لها 9:30. بعدها نجي على question 3. نجي على السؤال الثالث. Choose the correct word between practice. اختار الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. Number 1. My name is Han and I'm Chinese لو إيراكي. أخذنا قطعة هان. شنو هان مين؟ أكيد من تشاينا فهو تشاينيز. We leaves home at 7:30. قلنا من أريد أباوع على جواب على السؤال بخيارات. وين راح نباوع؟ نباوع قبل الفراغ. شنو عندي؟ عندي الوي. الوي جمع لو مفرد؟ أكيد جمع. قلنا إذا يجينا الفاعل جمع فلازم نختار البعد الفعل مجرد. فيا هو المجرد leave لو leaves؟ أكيد راح أختار له leave. ليش؟ لأن عندي الوي جمع. Number 3. My father is an engineer. My father is an engineer. أبي هو مهندس. He, she works on a building site. هو يعمل في مواقع البناء. هنا عندي my father مذكر لو مؤنث. فالمذكر يا ضمير ياخذ ال he لو she. Very good. ياخذ ال he. Number 4. Jeans is are made from denim. هنا أنا عندنا المواد الجينز. أباوع على كلمة الجينز. إش بيه؟ منتهي بحرف الأس. معناه هذا جمع. يا فعل مساعد يجيني ويا الجمع. الإز لو الآر أكيد راح أختار الآر. فصير جينز are made from denim. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. نجي على بعد عندنا number 5. When I grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. عندما أكبر أريد أن أصبح. شي يصير doctor لو hospital. أكيد نختار له doctor اسم وظيفة مو اسم مكان. أوكي؟ نجي question for add one out يعني استخرج الغريب. نجي number 1. نشوف هنا يا هو الكلمة اللي مو من ضمن الموضوع نطلعها برا. فيجي teacher, waiter, pilot, farm. هنا كلهم وظائف. شنو الاختلاف بهم؟ عندنا كلمة farm اللي هي المزرعة. أوكي فأخلي عليها دائرة. نجي هنا father, mother, uncle, hard. father الأب, mother mom يعني الأم, uncle العم أو الخال, hard معناه صلب أو صعب. أوكي في شنو الغريب اللي هو كلمة hard. We, they, is, you. هنا كلهم ضمائر شخصية. عدا عدنا هنا الإز شبيه الإز فعل مساعد. فشن الغريب اللي بيهم؟ اللي بيهم الإز. Number 4. At, in, on, on. هنا كلهم حروف جر. شنو مو من ضمن حروف الجر اللي هو الآن اللي هنا هي أداة نكرة. أطلعها بعيد. عدنا leather, rubber, shirt, denim. leather الجلد, rubber المطاط, shirt اللي هو القميص, والدنم معناه النسيج. يا هو من ضمن دول مو ضمن المواد؟ very good اللي هو الشيرت. اوكي فنستخرج الغريب اللي هو الشيرت. اللي هنا أنا خلصت هاي الأسئلة اللي هي مطلوبة من عندكم الحل مالتها والكتابة. استفاديتوا من الدرس وكان واضح ومفهوم. وشكرا جزيلا للمتابعة. goodbye.